بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلبة الأعزاء، نرحب بكم وعبر منصة التعليم الإلكتروني جوجل كلاس روم لإعطائكم محاضرة في مادة التغذية السريرية. عنوان المحاضرة لهذا اليوم هي Introduction to Nutrition. نجي هسه قبل ما ندخل مادة التغذية، خلينا نعرف شنو الكوميونيتي ميديسين. هو برانش اوف ميديسين ديلز مينلي وذ بريفنتيف ميجر، وايل شنو الفرق عن انترنال ميديسين؟ وايل انترنال ميديسين مينلي وذ كيوريتيف ميجرز. هو هذا الفرق. كوميونيتي ميديسين انكلودينج ماني بروجرام، مور ذان 20 بروجرام. واحد من البروجرامات مالته هو نيوتريشن بروجرام، اللي هو تو تايب راح ندرسه بهذا الكورس. Basic Nutrition اللي يدرس Physiology of Nutrition اللي أخذتوه بالعام الماضي بالبايوكيمستري البروتين الكربوهيدرات بالتفصيل، and Clinical Nutrition اللي هو Disorder of Nutrition اللي هي Disease اللي راح ندرسها إن شاء الله بهذا الكورس. الريفرنس مالتنا راح تكون كتابين Foundation and Clinical Application of Nutrition Introduction to Clinical Nutrition. اللي يحب يتوسع يريد يقرأ كتب فذني هن المصادر، بس يعني أنا برأيي المحاضرة كلش كافية ومفيدة، معلومات أكثر من ما واحد يتوسع بالكتاب. نجي للأيم أوف لكتشر، الغرض من هاي المحاضرة بيها هواي أغراض، هي سبعة حقيقة بس هي كلها مختصرة. هي هاي سبع أيمز، سفن أيمز. أول شيء لازم نعرف بشكل سريع نيوتريشن تيرم، أكو مصطلحات طبية لازم نعرفها قبل ما ندخل بالمحاضرات مالت النيوتريشن أو كلينيكال نيوتريشن. الشيء الثاني نعرف لازم فانكشن أو فود، نعرفها لازم. ونعرف الشيء الثالث علاقة النيوتريشن تو هيلث أند ديزيز. الشيء الرابع نعرف الفود كونستيتيوتنت اللي نسميها نيوترنت. والشيء الخامس تو اندرستاند ذا فانكشن اوف ميتابوليك بروسيس او ميتابوليزم. الشيء السادس لازم نعرف الانرجي تعريفها واستخداماتها زين، ونعرف الشيء بالخليه طبعا استخداماتها. والشيء السابع والاخير ديترماين فاكتور ذات انفلونس اون نيوتريشن ريكويرمنت. نجي هسه على النيوتريشن تيرم. اول شيء نيوتريشن، علم التغذيه، هو ساينس اوف فود اند ذير اوف ذير اكشن within the body include ingestion, digestion, absorption, transport, metabolism and excretion, and the process by which living organism receive material and use them to promote its vital activity. هو يتعامل deal with physiological dietary requirement of man with the capacity of different food to supply, وكذلك the pathological change that may arise from qualitative or quantitative deficiency of. So relation my nutrition with infection, correlation of nutrition with immunity and fertility. طبعا ما male and female fertility, maternal and child health and family health. كذلك the pathogenesis of non-communicable disease such as coronary heart disease, diabetes and cancer إلى آخره. نجعل clinical nutrition إحنا راح ندرسه بهذا الكورس. شو تعريف clinical nutrition؟ is a medical specialty. يعني هو تخصص هو طبي، dealing with relationship between disease and nutrition, acute and chronic illness is caused by deficiency or excess of dietary component. إذن clinical nutrition are health provision who focus more specifically on the role of nutrition in chronic disease including possible prevention by addressing nutrition advice before resorting to drugs. مصطلح ثاني له علاقة بالكلينيكال نيوتريشن اللي هو دايتيشن. دايتيشن هو هيلث بروفيشن او ما نسميها اخصائي تغذية. انا بغيت نقرأ بعيادات الاطباء مكتوب الدكتور فلان، يعني ثلاث اسمه ثلاث جوا اخصائي تغذية، فهو هذا اخصائي تغذية يسمونه دايتيشن، اختصاص هو بالتغذية وامراضها. يجي وبائيات النيوتريشن اللي هي ابيديميولوجي اوف نيوتريشن. Food influence almost every thing we do. زين، شلون هاي influence
اول شيء it affect how we look, how we feels and how we act. It even affects our ability, how we function every day. يعني احنا حقيقة التغذية والغذاء يأثر علينا بكل شيء, على اللوكينج مالتنا, على الفيلينج مالتنا, حتى على الاكت مالتنا, زين, حتى على الاداء اليومي للوظيفة مالتنا, الانجاز اليومي للاعمال المناطة بنا. يعني مثل ايش؟ ازن اي دي اي ايرون ديفشنسينيميا, اذا شخص عنده فقر دم حاد ايرون ديفشنسينيميا ما يقدر يعني ينجز اعماله, يكون اول شيء هو ما يركز, ثاني شيء تعبان ما يقدر حتى يمشي او يصعد درج, زين, وبالتالي هو يعني الفانكشن مال افري داي تكون صعب ينجزها. زين, فود هاز امباكت اون لايف بيكوز ات سبلاي نيوترنت. النيوترنت هي راح ناخذها بالتفصيل هسه, هي نسميها المغذيات, which are substance in food that body need to function properly such as in growing and repairing itself and in supply of energy. هي تعطينا الانرجي المغذيات. نرجع على النيوتريشن, از بوث, هو يعتبر بيور ساينس يعتبر بنفس الوقت سوشيال ساينس. ليش؟ از بيور ساينس ات لوك ات هاو ذا بودي يوز نيوترنت, از سوشيال ساينس ات لوك ات ذا ريليشن شيب بتوين فود اند هيومن بيهيفير. زين, هاو بيبل ايت, يعني قسم الناس عادات غذائيه خاطئه, شلون طريقه الاكل مالتهم, وكذلك من ناحيه السوشيولوجي, كذلك هاو هنا نشوف هاو بيبل جن ايت اند وات people eat, يعني شنو الاكل اللي ياكلونه الناس. ندخل بيه, ندخل بالتفاصيل, لان قسم من الشعوب شافوا يصير عندهم سرطان مثل بالستومك, سيف ستومك, او سرطان نازوفارينجال كارسينوما باليابان مثل فرضا شافوها, لها علاقه, شافوها بالشيء اللي ياكلونه اللي هي نايتروز امين, شافوا لها علاقه, هم كونسبشن هاي اماونت اوف نايتروز, نايتروز امين اللي شافوا لها علاقه بالسيف ستومك نازوفارينجال كارسينوما. الفود, هو الفود شنو؟ هو السلد اور ليكويد ماتيريال ذات تيكن باي ماوث, هاي تعريفه. زين, باختصار شو يختلف او شو يفرق عن الدايت؟ الدايت هو اول نيوترين ذات انتر ذا بودي اورالي اور برانتري. الفود قلنا هو فقط عن طريق الجهاز الهضمي, الدايت لا, الدايت اوسع, فشي اوسع, عن طريق الجهاز الهضمي او عن طريق الوريد. مثال عليه جلوكوز واتر, هاي مغذيات طبعا, جلوكوز واتر مغذي, نورمال سلاين مغذيات الاملاح, as well as parenteral feeding of amino acid and fatty acid in addition to oral food. نجي على النيوترنت, قلنا عليها هي هاي مغذيات اللي هي food component اللي هي chemical substance obtained from food and used in the body to provide energy, structural materials and regulation agent to support growth, maintenance and repair of the body tissue. نيوترينت, اكو ذير ار حقة المغذيات, ذير ار اباوت مور ذان 15 ديفرنت نيوترينت نيوترينت ويتش ار نورمالي سبلاي ثرو ذا فود. ايتش نيوترينت هاز سبيسيفيك فانكشن ان ذا بودي اند موست ناتشرال فود كونتين مور ذان وان نيوترينت. هي طبعا اما تكون اورجانيك ان اورجانيك كومبلكس اللي تحتوي بالفود, بس هي اكو كلاسيفيكيشن بعد مور كومبلكس راح نشوف هسه شنو هاي الكلاسيفيكيشن مال نيوترينت. There are six major classes of nutrients. شنو هاي الكلاس الميجر 6؟ اول شيء تتقسم الى كربوهيدرات, فاتس, مينرالز, بروتينز, فيتامينز اند ووتر. هاي ال 6 major classification. Physiology of nutrition, نجي على nutrient in diet can be classified into another classification, نقسمها إلى macronutrient و micro. The macro which are eating in relatively large amount to provide fuel for energy, لذلك نسميها proximity principle because they form the main bulk of food. وكذلك micronutrient which do not contribute to energy balance but are required in a small amount because they are not synthesized in the body and needed in a smaller quantity. الماكرونيوترينت هي كربوهيدرات including fibers و fat, protein and water. الماكرونيوترينت exclude ما عدا الفايبر and water provide energy. نجي على الكربوهيدرات and protein provide 17 كيلو جول تقريبا تساوي 4
كيلو كالوري زين اوف انرجي بير جرام، وايل فات بروفايد 37 كيلو جول اللي هي تساوي 9 كيلو كالوري اوف انرجي بير جرام. الفايبر اللي هي تكون نون دايجستبل ماتيريال such as cellulose is required for both mechanical اللي هي بالباور موشن and bio and bio chemical reaction او reason. Dietary recommendation for macronutrients. هذا في الجدول توضيحي حقيقة هذا الاطلاع وليس الحفظ، الاطلاع ايش قد الجسم يحتاج باليوم من الماكرو نيوترنت. سنجي على المايكرو نيوترنت ار فيتامين اند سم اوف مينرال they so called because they required in very small amount. فيتامين مينرال فايبر اند ووتر do not provide energy but are required for other reason. نجي على المينرال قلنا هي نوعين، اكو ما مينرال مايكرو نيوترنت واكو مينرال مايكرو. المينرال الماكرو هي اللي نحتاجها باليوم اكثر من 100 ملغ بير داي، مثل عليها كالسيوم صوديوم بوتاسيوم مغنيسيوم. الماينر المايكرو which need less than 100 ملغ بير داي، مثال عليها الفرس زنك ايودين سيلينيوم اند مانجنيز. نون انرجي برودوسينج نيوترينت اللي هي الفيتامين مينرال ووتر اند فايبر fibers. Another classification of nutrient اللي هي food constitute قلنا راح تقسيم ثالث، هذا تقسم الى essential نقسمها and non essential. خلينا نشوف شنو الفرق بين essential non essential. These substances must be highly essential supply from outside the body, I mean from the diet, because the body cannot synthesize them at all or it cannot synthesize them in the sufficient quantities for the normal requirement of the body. مثال عليها فيتامين بي 12. نجي على النون اسينشال نيوترينت، they are nutrients that the body can synthesize them so their presence in the diet is not very essential so their inadequate intake will not lead to disease. مثال عليها فيتامين دي اور كي. نجي على تعريف البالانس دايت. البالانس دايت هي is one that contain all the essential nutrients and should لازم شرط in appropriate amount. اذا صار الاماونت مالته اكثر من لازم اكسس هاي يصير ان بالانس دايت. نجي على الكالوري، هي ا يونت اوف ميجر فور انرجي ان فود، يونت باي ويتش انرجي از ميجر، الانرجي تقاس بالكالوري. اذا فود انرجي از ميجر ان كيلو كالوريز، زين الف كل الف 1000 كالوريز ايكوال تو 1 كيلو كالوري. حاليا نستخدم مكان الكالوري نستخدم حقيقه الجول، نستخدم حاليا وحدة الجول مكان الكالوري. انرجي، انرجي كاباسيتي، شنو تعريف الانرجي والطاقة؟ هي كاباسيتي تو بيرفورم ورك، يعني هي حقيقة انجاز اي عمل، خلية سيلز اذا تنجز اي عمل لازم تحتاج الى انرجي. طبعا الخلية الاعمال مالتها انكلود بايوسينثيتيك ترانسبورت ميكانيكال اند الكتريكال ورك، هاي كلها الخلية تنجزها. فانجاز هاي الاعمال حقا تنجزها الخليه تحتاج الى انرجي. الانرجي هو نرجع على تعريف ثاني انرجي يلدينج نيوترنت، فهي النيوترنت ذات بريك داون تو يلد انرجي ذات يوز باي بودي ويتش انكلود كربوهيدرات فات اند بروتين. نرجع على مصطلح ثاني ميتابوليزم اللي هو الايض، ات از ا بروسيس ويتش از يوز انرجي اند رو ماتيريال فروم food stuff and use them to support tissue repair, growth and activity of the tissue of the body. الميتابوليزم اما يكون كاتابوليزم او انابوليزم. الكاتابوليزم عكس الانابوليزم. الكاتابوليزم هو break down large molecule to small molecule to release energy، بينما الانابوليزم use energy to make or build up molecule for growth and maintenance. هاي كلها تعريفات مهمة، هاي مطلوبة منكم طبعا لازم تعرفونها. تعريف requirement هي the lowest continuous intake of nutrient that will maintain a specified criteria of adequacy or the amount of nutrient that must be consumed to prevent deficiency and disease. نجي على مصطلح مهم عالمي، هو هذا المصطلح recommended daily allowance او ما نبات بعض الكتب يكتبون RDA، فمعناته recommended daily allowances. هي average amount needed per day to maintain
good health. وهاي طبعا يعتمد هذا ال RDA يعتمد on age, gender and level of physical activity and increase in pregnancy and lactation. In some country ال RDA بدلوها has replaced by reference nutrient intake. هسا خلينا نشوف شنو تعريف ال reference nutrient intake. هي amount which is enough for more than 97% of population. نجعل نيوتريشن تعريف جديد, نيوتريشن اسسمنت او نيوتريشنال اسسمنت. هي شلون تقييم الحاله التغذويه للشخص او لاشخاص, شلون نقيمها. هي كومبريهنسيف اناليسيس اوف بيرسون نيوتريشنال ستيتس, اللي هي ميجر اوف نيوتريشن ستيتس باي انتروبومتريك بايو وكيميكال داتا اند دايتري هيستوري. نيوتريشنال ستيتس تعريفه هيلث ستيتس ذات برودوسد باي بالانس بين ريكويرمنت اند انتيك. تعريف جديد هو مال نيوتريشن. اي شيء بالبدايه مال معناتها باد, فمال نيوتريشن ات مين باد نيوتريشن. هي اني كونديشن كوز باي اكسس اور ديفيسنت فود انرجي اور نيوترينت انتيك اور باي ان امبالانس اوف نيوترينت كوز باي انكوركت اماونت اوف نيوتريشن انتيك. وهي تو تايب المال نيوتريشن, اما تكون اندر نيوتريشن او اوفر نيوتريشن. اندر نيوتريشن هي ديفيشنت انرجي اور نيوترينت, مثال عليها بروتين انرجي مال نيوتريشن ديزيز. اوفر نيوتريشن هي اكسس انرجي اور نيوترينت, مثال عليها اوبيس. نرجع الديفيشنت, هي ذا اماونت اوف نيوترينت بلو ويتش اولموست اول هيلث بيبل كان بي اكسبكتد اوفر تايم تو اكسبيرينس ديفيشنسي سيمتوم. اللي هي تو تايبس, هم نوعين. اما تكون برايمري ديفيشنسي, اللي برايمري ديفيشنسي هي سببها حقيقه نيوترينت ديفيشنسي كوز باي ان اديكوان دايتري انتيك اوف نيوترينت. وسكندري هي nutrition deficiency caused by something other than inadequate dietary intake, اللي هي مال absorption disease or drugs interaction. نجعل هسا مفهوم جديد او تعريف جديد ل eat well plate, اللي هي الاطباق الصحية. هاي شيء جديد هذا طلع, وراح نتناوله بالتفصيل ان شاء الله بالمحاضرة القادمة الثانية, نحكي عنه بالتفصيل. يعني تقريبا هو محاضره كامله هذا, بس احنا نحكي عنه ما نقدر محاضره, يعني ما نلحق او ما كيف يسعفنا الوقت, فلذلك راح نحكي عنه شويه بتفصيل اكثر المحاضره الثانيه. هنا تعريفه شنو هو ذا ايت ويل بليت شو ذا تايب اند بروبورشن اوف ديفرنت فودز نيدد تو ميك اب ا هيلثي بالانس دايت. زين, هي كلها تحكي على البالانس دايت, لان هو صحي هذا البالانس دايت. فهي لازم هاي الطبق الصحي لازم يكون الثلث منه كومبلكس كربوهيدرات, وثلث فروت اند فيجيتابل, والثلث الاخر هو الاذر اللي هي بروتينز مثل الملك والميت. هذا الايت ويل بليت هو الثلث منه, قلنا هي هاي مجموعة البريد, الرايس, البوتيتا, الباستا, بوتيتاز اند باستا. الثلث الاخر هو فروت اند فيجيتابل, والثلث الاخر ذن الثلاثة الاذرز اللي هي ميت وفيش وميلك اند دايري برودكت. function of food in human body, شنو وظيفة ال food in human body. أول شيء tissue building اللي نحصلها من بروتين حقيقة, bone building من الكالسيوم مالي, و vitality and protection from disease اللي هي mineral vitamin طبعا, و energy production حصلها من الفات, فات مالي والكربوهيدرات, و antibody formation حصلها من البروتين. نجي على classification of food. There are many way of classified foods. أول شيء classification by origin, تقسم food of animal origin و food of vegetable origin. هاي number one classification by origin. نيجي على number two classification by chemical composition, اللي هي carbohydrate, fats, protein, mineral, vitamin and waters. نيجي على classification by predominant function, اللي هي body building food, مثل عليها milk و meat, poultry, fish eggs, ground nuts الى اخره. energy ثانيه, energy giving food اللي هي cereal, sugar, root and tuber, fat and oil. والثالثه protective food اللي هي الفروت mainly والخضروات. نجي على classification of food by nutrient value. حقيقه هاي بيها تين, يعني في شيء واسع, تين classification cereal and millet, pulses, vegetable, nut and oil seed, fruit, animal food, fat and oil, sugar,
هنا أنا سبايسي وما سيني يصفود. نجي هنا على الفاكتور، حقيقة الإفكت أو الإنفلونس على النيوتريشن ريكوايرمنت. هنا أكو ماني فاكتور الإنفلونس على المتطلبات الغذاء اليومياتنا، هي فاكتور نعتمد عليها هواية اللي الإنفلونس نيوتريشن ريكوايرمنت. أول شيء هي الإيج، حقيقة النيوتريشن ريكوايرمنت تختلف باختلاف الإيج. يعني نعطيكم مثال، احنا بالأدلت مور ريكوايرمنت اوف نيوتريشن، واي بيكوز اوف جروث، زين يسمونها جروث سبرو، جروث سبرو بيكوز اوف جروث سبرو، فنحتاج نيوتريشن ريكوايرمنت، بينما بالإلدرلي نحتاج أقل نيوتريشن ريكوايرمنت. زين نيجي على الجندر، الجندر بالفيميل نحتاج احنا طبعا مور نيوتريشن ريكويرمنت، واي بيكوز اوف بريجننسي، بيكوز اوف لاكتيشن يعني هي نيرسينج مدر، بيكوز اوف ديفرنت كوز. يعني فالجندر بالفيميل نيوتريشن ريكويرمنت هي مور بيكوز اوف منسز يعني اند بلاد لوس، فنحتاج نيوتريشن ريكويرمنت مور. زين فيزيكال اكتيفيتي، هنا بالفيزيكال اكتيفيتي المور نيوتريشن ريكويرمنت نحتاجها بالاثليتس جروب دان نورمال بيرسون، يعني الشخص العادي ما يحتاج نيوتريشن ريكويرمنت بقد ما يحتاجه الرياضي، الرياضيين يحتاجون نيوتريشن ريكويرمنت طبعا بكميه ونوعيه بكميات عاليه. زين يعني هنا الشيء الرابع اللي هو كلايمت اللي هي الجو، خاصه اذا بالكولد وينتر يعني بالجو البارد واحد يحتاج الى حقيقة إذا غذاء أكثر من الجو الحار. يعني هسه إحنا بالجو الحار ما واحد ما حتى ما عنده شهية ياكل، زين فيحتاج بالتالي نيوتريشن ريكوردز مالته تكون أقل، بينما بالكولد وينتر كولد وينتر لا النيوتريشن ريكوردز تكون هاي. هيلث كونديشن يعني تعتمد على الهيلث كونديشن مال الشخص ريكوردز، مثل إذا واحد عنده كرونيك ديزيز، كرونيك ديزيز يحتاج لسبيشال دايت، يعني مو أي شيء، يعني أبو سكر مثل فرضا الدايت مالته سبيشال، يعني يركز لازم على البروتين والليبيد. ابو الهايبرتنشن كذلك هم سبيشال دايت، ابو الجاوتي سندروم هم سبيشال دايت، يعني اكو امراض حقيقة هي تحكم بالدايت مالتك، فبالتالي تأثر على النيوتريشن ريكويرمنت. نيجي على الفسيولوجيكال ستيتس او ما نسميها بالديفلوبمنت ستيج، هاي اكثر شيء نشوفها بالاطفال children between 1 الى 3 years old، هذول يصير عندهم فد ربد شلون development stage هنا، فبالتالي هذا يحتاج الى nutrition requirement اكثر من اي فتره اخرى، خاصه بالبراند development. البراند development هو اول first 3 year هو، فبالتالي البراند development يحتاج الى nutrition requirement عاليه. إذا صار ديفشنسي حقيقة بالقسم من التغذية نوبات الأطفال يصير عندهم يسمونها حالة سيربرال بلس، يسمونها هي هاي تأثر افكت اون برين طبعا، فهي نسميها ديفلوبمنت ستيج هاي. فبالتشلدرن 1 تو 3 ييرز اولد مور نيوتريشن ريكويرمنت هي أحد الفاكتورات، هي هاي الانفلونس على النيوتريشن ريكويرمنت. طبعا هنا انا حاط لكم اياها بصوره توضيحيه اكثر، يعني فاريبل ويتش افكت نفس السلايد السابق، ويتش افكت نيوترنت نيد هنا هي مثل ما قلنا الايج، هنا قلنا مثل ما قلنا بالالدرلي هنا حقيقة اقل، الجندر هنا الفيميل قلنا اكثر بيكوز اوف نيرسينج مذر اند بريجنسي اند لاكتيشن، هنا الاكتيفيتي ليفل قلنا هنا الاكتيفيتي ليفل، هنا الرياضيين اثليتس يحتاجون مور، الجلايمت هنا قلنا بالجلايمت هنا بالوينتر نحتاج نيوتريشن اكثر ما نحتاجها بالهوت ويذر بالصيف. زين الهيلث كونديشن هنا قلنا اذا امراض معينه، يعني اذا واحد مريض يعني مزمن او مرض عادي، بالمرض العادي يعني خلينا نقول فلو لونز يحتاج نيوتريشن اكثر، بال خلينا نقول كورونا فايروس يحتاج فيتامين سبورت مور، فتعتمد حسب الهيلث كونديشن والفسيولوجيكال ستيتس مثل ما قلنا بالاطفال ان ديفلوبينج ستيج.
سبيشال جروب، هاي شوية لازم تحفظونها، هاي شوية ارقام مهمة مطلوبة منكم. النيوتريشن ريكويرمنت بسبيشال جروب بريجنسي، يعني حقيقة بريجنت وومن تحتاج 400 كالوري ديلي رايز اند ريكويرمنت، تحتاج 400 كالوري زيادة يوميا عن النون نانا بريجنت وومن. لاكتيتنج اور نيرسينج مدر تحتاج 1000 كالوري ديلي رايز ريكويرمنت، تحتاج تقريبا 1000 كالوري زيادة عن نن نيرسينج مدر. زين بالنسبة للتشيلدرن قلنا هاي مهمة، 1 تو 3 ييرز اولد تحتاج 1300 الى 1500 كالوري رايز اند ريكويرمنت، يعني يحتاج تقريبا الاطفال بعمر 1 الى 3 يحتاجون تقريبا بحدود 1500 كالوري، 1300 الى 1500 كالوري عن باقي فئات الاعمار. فهاي سبيشال جروب، هاي مهمة هاي. نيجي هنا نيوتريشن اند ديزيز. The causation of majority of human illness are، يعني الأسباب الأمراض بشكل عام هي أسبابها أما hereditary factor أو environmental، هي الأغلبية هي environmental طبعا، مال ستريس والتلوث والسرطانات سبب تلوث الهواء تلوث المياه، الستريس يؤدي إلى أمراض مثل ضغط بابتيك ألسر، يعني هايبرتنشن اسكيميك هارت ديزيز ودايتري هابت. دايتري هابت هم طبعا تسوي لنا أمراض هواية، بس هو شنو هسه الفرق بين ذن الثلاثة الهيريديتري فاكتورز انفايرمنتال فاكتور اند دايتري هابت اللي يسوي لنا أمراض، هي الكوز اوف هيومن النس اور ديزيز. It is أول شيء it is impossible to change hereditary، الشغلات الوراثية ما تقدر تتحكم بها، and a much difficult to change environment، حتى الانفايرمنت ستريس ما تقدر تزيله، صعب، هي حياتك هي ستريس، يعني متعرض لستريس يوميا، يعني هي unmodified، لذلك هاي ما تقدر تتحكم بها نهائيا. But it is relatively easy to change feeding habit، بس من السهولة الفيدنج هابت او النيوتريشن هابت مالتك موديفايد تحور به، نوع الغذاء مالتك هو يحدد انت يصير عندك مرض او ما يصير عندك مرض. فلذلك هنا نرجع للسلايد هذا حكينا عنه، الهيريتيري فاكتور هي صعب تتحكم بيها، الامبوسيبل الانفايرمنتال فاكتور هم صعب جدا تتحكم بيها، بس الدايتري فايبر هو الوحيد تتحكم بيه، وبالتالي تقدر تمنع هواي الهيومن النس عن طريق الدايتري، فتقلها يعني تشلب بالدايتري فاكتور على مود تمنع هواي ديزيز. وهسه العالم كله هو دايم يمشي هسه على الدايت بالانس، نشوف دايت بالانس ودايم يمنع هاي الاكلات السريعه ويمنع دائما دعايات، بس الناس متعوده تاكل اكلات سريعه وتعرض نفسها للخطر. Great advances have been made during the past 50 years in knowledge of nutrition and the practical application of that knowledge. بالخمسين سنة الأخيرة بحوث صارت كل شوية على التغذية، لأن هي modified قلنا ممكن التحكم بها. Specific nutrition diseases were identified and technologies developed to control them. السيطرة يعني طورت التكنولوجيا للسيطرة على هاي الأمراض بالخمسين سنة الأخيرة. As in BKU اللي هي فنل كيتون يوريا ديزيز، هذا يعني إرادة سبيشال دايت، هذا يعني شافوا هذا بالأطفال المرض، هذا أعطيكم أنا مثال واحد من أمثلة هواية بالآلاف، شافوا هذا البريست فيدينج بالعد الفيميل، الطفل العدة البيبي ديليفر ود فنل كيتون يوريا ديزيز، شافوا البريست فيدينج تبدي يعني سووا عدة برين اتروفي ومنتال ريتارديشن، فلذلك هم سووا دايت او يسمونه ميلك، نوع من الميلك زين اللي هي هذا ارتفيشال ميلك اللي هو يعالج هاي الحاله ويوقفون البريست فيدنج، وبالتالي يمنعون تدهور البرين، تدهور البرين ديزيز من هذا المرض. فنشوف هنا التحكم بال 50 سنه هاي راحت بالغذاء، يعني خلصنا من هواي امراض، يعني منها من الطفولة حتى الأمراض المزمنة بعمر الخمسينات والستينات والسبعينات وحتى الثمانينات والتسعينات. نيجي relation of food to disease، شنو علاقة الغذاء بالأمراض؟ أول شيء إذا كان عندنا food deficiency
از ان بروتين انرجي مال نيوتريشن طبعا هي يعني. راح يدينا الى امراض اذا كانت كوانتيتي او كواليتي، يعني كميه او نوعيه. زين هنا الشيء الثاني فود اوباسيتي اند ات كومبليكيشن، يعني تعرفون انتم الاوباسيتي هي مرض خطر، لان بي كومبليكيشن بحدود ناخذها محاضره كامله ان شاء الله. بي كومبليكيشن كل شويه زين، يعني جوينت بين، كارديو باسكولار، هايبر ليبيديميا، حتى امراض نفسيه ديبريشن، فالكومبليكيشن كلها مال اوباسيتي. زين الشيء الثالث هي الفود سنسيتيفيتي، هنا از ان فود الرجي، يعني قسم من الفود سو الرجي، يعني الناس تاخذها يصير عندهم حتى اسمى، ممكن ربو برونكيال اسمى، فلازم يتجنبونها. فهي اكو علاقه الفود تو ديزيز فود سنسيتيفيتي، يعني اكو امثله هوايه على الفود سنسيتيفيتي هوايه. زين فود كيميكال بويزنينج از ان ارسينينج اند ليد بويزنينج، نوبات يصير كيميكال بويزنج من الفود، مثل مثال عليه الارسنك بويزنج فود بويزنج، والليد فود كيميكال بويزنج. الشيء الاخير فود انفكشن، نوبات يصير كونتامينيشن اوف فود ويؤدينا انفكشن وذ بكتيريا اند باراسايتس از ان بروسيلا، مثال عليها مرض البروسيلوسيس اللي هي حمى مالطا، عشان مالطا فيبر يسمونها، يعني هذا مثال واحد من أمثلة هواية. فعلاقة الـ relation of food to disease هن خمسة لازم تعرفونها، يعني أما حساسية أو overweight أو obese أو deficiency اللي هي protein energy malnutrition، أو poisoning chemical poisoning، أو bacterial or parasitic or viral poisoning، حتى fungal poisoning ممكن. فكلها هي هاي يسوينا أمراض، فلازم نعرف relation of food to disease. المحاضرة الأولى انتهت، وإذا عندكم أي استفسار أنا حاضر أجيب على أسئلتكم. هي مقدمة حقيقة، المصطلحات لازم تعرفونها، الديفينيشن كلها مهمة هاي، أو تيرمولوجي نسميها to the introduction to the nutrition disease أو clinical nutrition. شكرا لحسن الإصغاء.